بسم الله الرحمن الرحيم. في صوت ولا؟ نواصل المحاضرات في فنون المخطوط. نتكلم اليوم بإيجاز شديد عن زخرفة المخطوطات الإسلامية أو الزخرفة في المخطوطات الإسلامية، وموضوع الزخرفة يقوم على ثلاث عناصر أساسية. العنصر الأول هو عنصر الهندسة التي تنشأ عليها أو بها الزخرفة، أو القواعد الهندسية أو الأسس والمبادئ الهندسية التي تنشأ للزخرفة، وطبيعة الزخرفة أي أنواعها. هناك لدينا زخارف متنوعة وأشكال متنوعة ومختلفة. وثالثا الوظيفة. قد يستغرب البعض أن تكون الزخرفة في يعني في المخطوطات ثانوية القيمة، لكن لابد من الحديث عن وظيفة الزخرفة في المخطوطات. كما تعرفون أن الزخرف أو الزخرفة المعنى اللغوي العام يفيد بالزينة والحسن، وقيل أنها الذهب كما ورد في القرآن الكريم. واصطلاحا كما تلاحظون إضفاء جماليات على الأشياء باستعمال الأشكال الهندسية والنباتية. وهذا المفهوم الاصطلاحي باعتقادي مهم، لأن الزخرفة نحن نستخدم كلمة الزخرفة استخداما اعتباطيا كبيرا، فنطلق على ما نسميه الآن بالديكور أو أي شيء زخرفة زخرفة زخرفة، لكن هنا نتعامل مع الزخرفة بوصفها فنا من فنون المخطوط، وبالتالي يجب أن يكون لهذا الفن مصطلحه الخاص. ولكي نحدد أكثر ربما يعني نستخدم المقابل الأجنبي أو اللغوي الأجنبي الذي هو ornament أو ornamentation، وهذا المفهوم سيفرق، أو نستخدم هذه الكلمة ستفرق مفهومنا العلمي لفن الزخرفة، أو مفهومنا الاصطلاحي لفن الزخرفة عن ما نطلقه اعتباطا على الأشياء كما يعني يقال الأشياء الملونة أو المزرقشة أو أي أشياء أخرى بالزخرفة أو يعني بالزخرفة. نحن لدينا ثلاث مصطلحات رئيسية تتعلق بالتجميل أو زينة المخطوطات. الأول هو الزخرفة الذي هو الأورنتيشن اللي هو فن خاص، وهذا يجب أن يتميز عن مصطلح آخر هو التذهيب، تلوين والتذهيب الانيميشن. هذا يجب أن نميز عنه لأنه هذا له اتجاه آخر، فن آخر. وثالثا الديكوريشن، أيضا الديكوريشن يعني الديكوروم هو نظام عام، نظام عام وخاص للترتيب، للتنظيم، للتصميم، للترتيب، ويستخدم عادة يعني في التصميم الداخلي بشكل عام، interior design. وعلى فكرة interior design هو لا يعني مرتبط فقط بما هو شائع عندنا في أكاديمياتنا في كلياتنا، أنه مرتبط بال
بالأثاث وتوزيع الأثاث وتنظيم الغرف وإلى آخره، لكل شيء تصميم الداخلي. هذول ثلاث مصطلحات يجب أن نفرق. نحن نعنى الآن بالأورنمنتيشن فقط، وهو أنه فن الزخرفة، ما نترجمه بفن الزخرفة. إذن الزخرفة أخيرا هي نوع أو فن من الفنون الإسلامية التشكيلية. لو نظرنا إلى الزخرفة بشكل عام فن، سنجد أنها تقوم على مقومين أساسيين. المقوم الأول هو المقوم النظري المعرفي الذي سماه مثلا بشير فارس بالسر، سر الزخرفة. يعني لماذا تقوم هذه؟ وهذا السر هو الآن ننتقل شوية إلى علم الجمال، وهذا السر يقوم بالحقيقة على المحاكاة. ولكن أية محاكاة؟ المحاكاة الأرسطية إذا كنتم مطلعين تقوم على يعني ذات طبيعة كمية حسابية واقعية، أنه نحاكي الشيء كما هو في الحقيقة، أو كما يقولون بالإنجليزي as it is. لكن المحاكاة من وجهة نظر الفن الإسلامي أو الفنون الإسلامية أو علم الجمال الإسلامي هي محاكاة الكيف أو محاكاة النظام. ولهذا نقول في الزخرفة أن هناك سر يتحرك داخل الزخرفة، يمكن أن نسميه موسيقى الزخرفة، إيقاع الزخرفة، وهذا هو الذي يعطي الأشكال الزخرفية الإسلامية صفة التجريد لا صفة التشخيص، مع أن يعني يمكن أن يعاد النظر في قضية التجريد والتشخيص بشكل عام في الفن الإسلامي. إذن يقام المبدأ الأساسي للزخرفة على مبدأ التجريد أو الأسلبة. أو إيش الأسلبة؟ أنه أو ما يسميه، أو لو استخدمنا المصطلح القديم، يعني مصطلح قديم هو الاقتضاب، أو ويتحدث الذي أنا أرجو منكم أنه لو تقرؤون كتاب بشير فارس عن سر الزخرفة الإسلامية ستجدون شيء لطيف جدا يتكلم عن موضوع. وبشير فارس هو أول من قام بمحاولة تقعيد المصطلحات الفنية على أصولها ومبادئها يعني العربية القديمة. هذه المبدأ الأول هو هذا اللي هو مبدأ السر أو الروح أو التجريد أو الأسلبة الكيفية، وليست القائمة على النظام، على نظام الأشياء، وليس على على يعني صورها الواقعية الخارجية. ولهذا تؤخذ يعني لما سنأتي إلى في التطبيق سنلاحظ أن في الزخرفة النباتية على سبيل المثال نحن لا نرى نباتات كما نرى مثلا في المحاكاة الأرسطية، لا نرى، لكن نرى يعني النظام أو الهندسة الداخلية التي تقوم عليها. على العموم كيف نحقق هذا؟ نحقق هذا بواسطة المتواليات التأليفية أو المتواليات الحسابية والهندسية. المتوالية التأليفية هي متوالية موسيقية أكثر منها متوالية هندسية، وهي تتصل بعلم الجبر، وهو تعرفون علم الجبر يقوم على العلاقة ما بين الرياضيات والهندسة.
نحن لدينا ثلاث متواليات، المتوالية الحسابية العددية 1 2 3 4، لدينا المتوالية الهندسية التي تنتج الأشكال 2 4 6 وهكذا أو 3 4، ولهذا في قلم هناك، طيب ما في مشكلة، في قلم، قلم بورد. والمتوالية الثالثة أو المتوالية الأخيرة هي المتوالية التأليفية أو المتوالية الموسيقية. هذه المتوالية الموسيقية هي ما وراء المتوالية الهندسية والحسابية، ولهذا ممكن أن نسميها موسيقى الهندسة. يعني شكل الهندسي، تجد أنت لما تنظر إلى الشكل الزخرفي تجد هناك يعني حتى عينك تشوف الموسيقى قبل ما تشوف الشكل الهندسي. يعني الحركة التي توجد في هذه المتوالية، فما بالك لو تجتمع طبعا نحن لا نستطيع الاستغناء يعني عن هذه المتوالية العددية في رسم المتوالية الهندسية، لكن مجموع هذول لاحظ، أنت تلاحظ أنه وكأنه شيء موسيقي نغمي، لأنه تعرفون من وجهة نظر فيثاغورس أنه الكون كله يقوم على علاقتين، علاقة النقطة في المكان والنغمة في الزمان. وكل شيء لاحظوا، أي شيء هو عبارة عن هذول الشيء، أي شيء. ولهذا لما يعني السلم الموسيقي هو هندسة الموسيقى، لا أكثر ولا أقل، هندسة أو النغمات. ينتج عن الموسيقى الهندسة هذه الفضاء الزخرفي الذي يمكن أن نتعامل معه تطبيقاً من خلال ما يسمى بقواعد الزخرفة الإسلامية. قواعد الزخرفة، وأرجو أنصح أنا يعني لو تسمحوا لي أنصحكم أيضاً بالرجوع إلى كتاب شخص أوين جوينز اسم الكتاب Grammar of Ornament، في فصل لطيف جداً عن الزخرفة العربية في الكتاب، وستجدون هذا طبعا يأخذ الكتاب شامل لكل الزخرفة، لكن يتحدث بشكل خاص عن Grammar of Arabic Ornamentation، في chapter يعني من هذا. نجد أن قواعد الزخرفة هي بالضبط تشكل خطوات نظرية التصميم الزخرفي، وهذه النظرية تقوم على بشكل عام على عوامل مختلفة أو مقومات مختلفة، ما يسمى في عند يعني التراث الصنائعي الشعبي وخصوصا المصري، لأنه هذه الكلمة هي من ناحية الصناع المصريين، الخيط والرمل أو الخيط والرمي والحركة والإيقاع. راح تشوفون أن الزخرفة تقوم على الحركة والإيقاع، موضوع التكرار، موضوع التناظر، موضوع التوازي. هناك قيم التصميم سنجدها تشكل عامل أساسي جدا في قواعد الزخرفة الإسلامية. أنواع الزخرفة بشكل عام هناك، وخصائص الفنية، هناك نوعين من الزخرفة النباتية التي تسمى
هذه كلمة الزخرفة النباتية على فكرة هو مصطلح يعني بعض الباحثين الأجانب اخترعوا لنا وإحنا ترجمناه، ترجم في العشرينات من هذا القرن والثلاثينات الزخرفة النباتية، لكن سابقا كانت تسمى، الإيطاليين أطلقوا مصطلح الأرابيسك، والإسبان القشتاليين، وأستاذنا الأستاذ الإسبانية موجود دكتور محمد عبد السميع، التوريق. ولهذا نحن نميل إلى أن نسمي الزخرفة بالتوريق، لأن هذا المصطلح هو المصطلح، طبعا صحيح هو إسباني، جاينا من الإسبانية، لكن هو مصطلح عربي توريق، واستخدمه استخدمته المصادر المخطوطات القديمة بكثرة خصوصا في المغرب والأندلس، التوريق. والأرابيسك هي كلمة، تعرفون كلمة إيطالية انتقلت إلى اللغات الأخرى واستقرت على الشكل الفرنسي بكلمة أرابيسك، وهي تعني فقط الزخرفة النباتية، لا تعني الخشب مثل ما الآن موجود معروف عندنا أعمال الخشبية. أرابيسك الزخرفة الهندسية تقوم على تقريبا على في المخطوطات على عنصرين رئيسيين أو على شكلين رئيسيين، اللي هو الأطباق النجمية، ما يسمى بالأطباق النجمية، وإن كان الأطباق النجمية هو أيضا مصطلح جاءنا من الثقافة الغربية وموضوع الجداول. على فكرة المصطلح الذي كان يستخدم للزخرفة عند في المخطوطات وعند المؤرخين فنون الكتاب المسلمين كان يسمى بالهياكل، وله تفاصيل مصطلحات دقيقة. هذا الهياكل مجمل عام، لدينا هياكل سنتحدث عنها إن شاء الله مختلفة، كل شكل هندسي له مصطلحه الخاص واسمه الخاص. طبيعة نظرية هذا التصميم تقوم على الإنشاء والتأليف، أنه إحنا ننشئ التصميم ونحاول نألف بين وحدات التصميم، لأنه الزخرفة تقوم على مبدأ تكرار الوحدة الزخرفية، وستجدون كيف نجد أيضا الإضافة والتلوين مهم جدا، يعني أنت ممكن الإضافة بتكرار الوحدة تعمل إضافات، وممكن باللون أنت تعمل يعني إيحاء زخرفي. الثالث أخيرا هو أنه إتمام البناء والهيكلة النهائية، ولهذا يطلقون على هذه الأشكال الزخرفية بمجملها الهياكل، الهياكل المدورة، الهياكل المربعة، إلى يعني تسمى يعني كثير من المؤرخين كانوا يسموها بالهياكل. وظائف الزخرفة في المخطوطات كما ترون، طبعا أولا الزينة والتجميل، وثانيا الترتيب والتنظيم، وسنلاحظ خصوصا في المخطوطات المغربية كيف تشترك الزخرفة أو كيف تعمل الزخرفة على ترتيب. المسألة الأخرى التي سنراها أن هو استخدام الوظيفي في ترتيب، أن تكون الزخرفة هي عبارة عن علامات تفيد المعنى والدلالة. والخبراء منكم بعلوم القرآن الكريم والقراءات يعرفون أن هناك بعض العلوم المتعلقة بالقراءات، مثلا هناك علم الفواصل وعلم علم المناسبة، هذا الذي يساعد في هذا خصوصا علم الفواصل هو الزخرفة، هو الزخرفة الذي يقوم بعملية الفصل بين الآيات مثلا في المصاحف. فالفواصل القرآنية هي يعني من أين تبدأ الآية وأين تقف الآية وأين تنتهي. أي أبرز الاستخدامات هي موضوع افتتاح المخطوط واختتامه، هذا الذي يسميه الكودكولوجيين خصوصا. على فكرة الكودكولوجيين اهتموا بخوارج النص في ختام المخطوط، في آخر المخطوط، ولكن أول المخطوط لم ينتبه إليه أحد، حتى تسمع يا دكتور أشرف. موضوع الغلاف،
موضوع ما يسمى بالسر لوحة، وعلى طريقة هناك السر في المناطق والأصوليين كل واحد يلفظ الموضوع بطريقته، أو حرود المتن أو حرد المتن، وأنتم محققون تعرفون أفضل مني ما هو حرد المتن، والأجزاء والأبواب والفصول. فنجد أن هذه هي الوظائف الأساسية لموضوع المخطوط. أبرز الهياكل الزخرفية، هذه مجرد نماذج، هناك عدد كبير جدا لكن مجرد نماذج نجدها في المخطوطات، هي أولا الطرة، والطرة غير الطغرة، الطرة غير الطغرة، نعم، وغير لا الصرة أيضا، غير الصرة أيضا، الصرة سنتحدث أيضا لو حبيت على الشمسة، السلسلة، الكتيبة، الفاصلة، الكتائب والفصائل، هاي تقريبا تكاد تكون في ال يعني لا يمكن الفصل الآن مثلا بين هذا الجزء النظري المتواضع والبسيط وبين الجزء التطبيقي الذي سنباشر به الآن، ولهذا اسمحوا لي أن ندخل بالمحاضرة الثانية المقررة للعروض وال هذا الكلام سنجده الآن مباشرة في تقريبا، يعني يندر أن يوجد مخطوط مجلد غير مزخرف. أغلب يعني أغلفة المخطوطات وجلود المخطوطات غالبا ما تكون يعني مزخرفة، ولو يتاح الوقت كان نعرض مجموعة كبيرة من تجاليد أو عروض. على فكرة في محاضرة التجليد ستجدون تركيز على كيفية التجليد وكيفية الختم، ولكن كيف يزخرف وكيف تصنع صورة الجلد. أنا لماذا أؤكد الصورة؟ يعني أيها أصعب، هذا الذي زخرف والذي جاب الجلد وعمله بهذه الطريقة، قصه وخيطه فقط، هذه يستغرق فيها أضعاف من الوقت، أضعاف ما لاحظ ما عمله يعني المجلد، لأنه على فكرة المجلد هو قد لا يكون الفنان الذي زخرف وخط وكتب وذهب. أيضا تعرفون أنتم موضوع المصحف الشريف تكاد تكون الزخرفة فيه عنصر أساسي في الكتائب. تعرفون الكتائب هي هذه هذه تسمى كتائب أو كتيبة، عناوين الصور ومعلومات الصور، وطبعا هذه الزخارف الجانبية لكل واحدة لها معناها ودلالتها ووظيفتها. لكن اللطيف في هذا المصحف أن ما بين الآيات أو النص الكلمات هناك أيضا أشكال زخرفية. لاحظوا هذا، وعلى فكرة إحنا اليوم المفروض نتكلم عن شيئين. لاحظوا هذا مصحف في علم القراءات، عفوا كتاب في علم القراءات، فلاحظوا كيف استخدم اللون والأشكال الزخرفية في الدلالة في توضيح علم القراءات. هذا
أنا أدعو أيضا أن يدرس موضوع الغلاف في المخطوطات، لأن موضوع الغلاف والصفحة الأولى وصفحة الافتتاح والغلاف الخارجي وما يسمى بالسر لوحة وإلى آخره لها تقاليد خاصة غير موجودة في ربما في الكتب الأخرى. الآن أنتم لو تلاحظون مثلا، أريد أن أنبه إلى، كنا نتحدث عن يعني إيش فائدة علم، أن نتكلم في علم المخطوطات الجمالي أو جماليات المخطوط. الفائدة الأولى، شوفوا إحنا عندنا في المخطوطات العربية الإسلامية أنه يندر أن تجد مخطوطة تبدأ بصفحة اليسار بالصفحة الشمالية، لكن الآن لو تفتح أي كتاب مطبوع لا يبدأ باليمين. فهموني؟ فاهمين أنتو؟ ها؟ من وين يبدأ؟ من اليسار، تمام؟ وينتهي الفصل، الصفحة التي تنتهي ينتهي الفصل في اليمين يتركون في اليسار يتركون صفحة الظهر. ولهذا تجدون في المصطلحات المخطوطات الإسلامية الصفحة الظهرية، الصفحة الظهرية أهم صفحة في المخطوط. ليش؟ لأنه الصفحة الظهرية هي إحنا سميناها ظهرية، إحنا سميناها ظهرية لأنه إحنا متعودين على الثقافة على الكتاب الأجنبي يبدأ باليسار ولا يبدأ باليمين، في حين مخطوطاتنا بيش تبدأ؟ باليمين. لاحظوا على هذه يعني يعجز الواحد على أن يوصفها ويتكلم فيها لحشادة أو للحشد الجمالي والمعرفي الكبير الذي فيها. يعني هذه الآن ذكرني بالأخت اللي اعترضت على كلامي، موضوع بين المقارنة ما بين ثور المجنح وأبو الهول. صح، أبو الهول ضخم ووزنه كبير لكن ليس فيه من التعقيدات الفنية كما موجود مثلا في الثور المجنح. نفس هذا الأمر، أنت تجد لوحات الافتتاحية في الكتب لوحة زخرفية، لكن أنت لاحظ التعقيدات الزخرفية الهائلة اللي موجودة في هذه اللوحة. إيش الفائدة من هذه الصفحة؟ هذا طبعا عنوان، هذا غلاف، لاحظوا الغلاف مكتوب بالحبر الأبيض. في صفحات تكون غالبا في المصاحف وفي بعض الكتب هي إما تكون في البداية وفي النهاية، نفتتح بها المصحف الشريف أو نفتتح بها المخطوط وننتهي بها في المخطوط. تلاحظون التعقيدات الكبيرة اللي موجودة في الزخرفة. هذا لو حاولنا نعمل تحليل هندسي يعني الموضوع ليس سهل. سأريكم كيف، شفتوا هذه الخريطة المعقدة كيف تنشأ هذه الخريطة، سأتيكم إلى كيف نعمل هذه الأشياء. لاحظوا أيضا هذه تأخذ الأشكال الهندسية الأطباق النجمية مع الأشكال التوريقية. هذا ليس جلد، هذا داخل المخطوطة.
ها؟ هذه لازم تقعد تشوف الفن الزخرفة ومصطلحاته الدقيقة والتفصيلية حتى هو يعني يا شباب، هو ضروري طبعا واحد قد ما يكون على يعني سعة اطلاع، سعة معرفة، يكون أفضل من أن يكون يعني أحادي المعرفة. هذه لاحظوا، هذه السلسلة هذه هي السلسلة هذه السلاسل الزخرفية. هذا الجدول، هذا يسمى الجدول، في هذا الجدول عفوا، هذا الجدول غالبا، نعم، الإطار كلمة حديثة، لكن الجدول العرب كانوا يستخدمون كلمة الجدول، مخطوطات يستخدمون الجداول، والجدول أنه يفصل ما بين، نعم 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 طبعا هذه أشياء ليست يعني مبكرة. أنتم كل التزيينات التي وجدت على المخطوطات ليست مبكرة يا شباب. أنتم لو إلى تقريبا إلى القرن الرابع الهجري كان شيء يسمى تجريد المصحف أو التجريد. التجريد ما هو التجريد؟ هو أن يكون الخط لوحده حتى من غير أي لواحق. إحنا لدينا ثلاث أنواع من اللواحق تلحق الخط. الخط التجريد لما يقول أنه المصحف مجرد، أو وكثير من كتب المصاحف الأولى، المصاحف كانت تعمل على موضوع التجريد. التجريد يعني تجريد الخط من أي لواحق. اللواحق قد تكون هذه اللواحق لغوية مثل النقاط والحركات الإعرابية اللغوية، واللواحق التزيينية مثلا أن تكتب أنت مثلا بالألوان أو بالذهب أو تضيف كذا أو كذا إلى آخره، واللواحق القرائية، رموز القراءات، هذه كلها أضيفت فيما بعد. هذا يحتاج إلى تطور صورة النص في المخطوط. لاحظوا أيضا استخدمت الزخرفة أن تكون المهاد، مهاد العناوين. هذا سر اللوحة يا دكتور؟ سر اللوحة لا، هذا ليس سر اللوحة، لا، سر اللوحة سنأتي إلى سر اللوحة، شكل سر اللوحة. لاحظوا استخدموا أنه في يكون في بداية في مقدمة المخطوط تكون مزخرفة، تكون فاتحة. لاحظوا اليمين، لا طبعا هذه تجدون المخطوطات المغربية بكثرة أن يستخدموها في الأبواب والفصول والأجزاء والكتب، فتجد هذا المخطوط أن في حين في المخطوطات المشرقية تجدون مباشرة مع النص قال القاضي فلان،
لكن في المخطوطات المغربية، في المخطوطات المغربية لا. هذا كتاب مخطوطة عن، لاحظوا هذا العنوان، أين يسكن العنوان؟ والله المخطوطات المغربية جديرة بالدراسة الجمالية. هذا لاحظوا هذا الجزء، هذه هناك دائما ما نجد الطرة أو الطرر مختلفة. هذه شمسة طبعا، نوع من الشمسة. الآن نستمر في العرض. هذه الأشكال الآن سنتطرق إليها، هذه غالبها يوجد في المصحف الشريف، فهذه تستخدم غالبا هذه الأشكال في الخواتيم. هذا هو سر اللوحة أو سر لوحة. سر لوحة هو صفحتين متقابلة، هي التي تعتبر لوحة واحدة، هي اللوحة الافتتاحية للمخطوط. هذه الصفحة الظهرية. هذا الذي قال الأخ، الصرة غالبا ما توجد في مكان، يوجد شيء مصطلح في المخطوطات يسمى التمحيط. ما هو التمحيط؟ سنرى. هذا غالبا ما يكون في الأغلفة. فالطرة أو الصرة، الطرة التي تكون في الوسط تسمى الصرة، ويوجد وترتبط هذه الصرة بالشكل المحيطي أو الزخرفة المحيطية التي تكون في المخطوط. هذه مثلا على سبيل المثال، هذه ليست التمحيط. أنا سأعطيكم صورة عن التمحيط. هذه صفحة ظهرية ينتهي فيها مصحف. هذه كتائب، لاحظوا أسماء. هذه الأشكال تستخدم فواصل ما بين الآيات. ما تعرفون في موضوع اسمه تحزيب القرآن الكريم، تعرفون؟ تقسيمه إلى أجزاء وأرباع وأحزاب وإلى آخره، وآيات وسور وآيات. هذه العلامات هي علامات بشكل عام، علامات الفواصل القرآنية أو المصحفية، وتستخدم في تحزيب القرآن الكريم. لاحظ مثلا هذا هون يكتب سجدة، الربع الأول، ربع 20، هذه علامات الوقوف، السجدة. كل يعني كل مصحف له شخصية معينة في علاماته، علامات الوقوف هذه أرقام الآيات فيما بين الآيات. لاحظوا الأشكال الزخرفية، هذه محتملة طبعا، هذه جمعناها من مختلف ال.
انتهينا من هذا الجزء. يعطيكم العافية. إذا سؤال مداخلة، لأنه لديكم برنامج ما بعد ال تفضل أستاذي. وين محمد؟ أهلا وسهلا. ما لم الأشكال الزخرفية المختلفة على الله. تمام. لا ممكن، لكن احنا في المحاضرة الأولى لو تذكرون قلنا ان موضوع لما تكلمنا عن فنون المخطوط ما بين التاريخ والجغرافيا، قلنا ان يعني انا افضل دائما البحث في المعرفة اكثر ما افضل في تاريخ المعرفة، وهناك فرق ما بين المعرفة وتاريخ المعرفة. لماذا؟ لأنه مثلا هذه الأشكال أو الخطوط أو التذهيبات أو أي شيء من الفنون هي عابرة للتاريخ، ولا يمكن إطلاقا أن نحدد أن هذا هو موجود في الوقت الفلاني إلى الوقت الفلاني، ولا يمكن أيضا أن نحدد أن هذا النوع من الخط أو هذا الفن يوجد في المنطقة الجغرافية الفلانية إلى المنطقة الجغرافية الفلانية. هذا التاريخ الذي كتب، أنا تكلمت في البداية أن مثلا عندما نأتي نتكلم عن مسجد معين، مسجد مثلا السلطان حسن، مثلا مسجد السلطان حسن هو صورة أو نسخة لمسجد أبو دلف في سامراء، يعني أنت ما تقول لي أنه هذا الطراز المعماري هو يوجد في الوقت الفلاني في العصر الفلاني، هذا صعب، لأنه أصلاً هذه الأشياء ليست حكر على، لا تستطيع ضبطها بالتاريخ والجغرافيا. لكن إحنا الذين عملوا تاريخ الفنون عملوا تاريخ سياسي أكثر مما عملوا تاريخ معرفي، فصرنا عندما نتحدث عن شيء الآن لو تلاحظون كتب تاريخ الفنون تتحدث عن السياسة 90% من الكتاب وعشرة عن الفن، وهذا الفن ينسب إلى الحكام والسلاطين وكذا، ولا نعرف من هو الفنان ومن هو الخطاط ومن هو المزخرف ومن هو المهندس ومن هو وهذه مشكلة يعني مشكلة حقيقة. أنا إن شاء الله أنا أعددت كتاب متواضع أسميته التاريخ الجديد للفنون والعمارة الإسلامية، يعني لا نتحدث عن الفن بالسياسة، يعني ولا نتحدث مثلا عن نتحدث عن الفن خلاص، يعني معرفة قائمة في المجتمع مع أهمية يعني أنه يكون ربما تكون لها علاقة بالسياسة، لكن إيش الآن إحنا لا نعرف كثير، يعني من بنى في لطيف كتاب لطيف أو بحث لطيف للمؤرخ الكبير وأستاذنا الجليل الله يرحمه حسن عبد الوهاب عن الصناع، يعني على تدقيقاته الهائلة والكبيرة والكذا، يعني يا دوب طلعنا كم صنايعي، في حين نحن نفتقد إلى طبقات، يعني يمكن طبقات الفنانين المختلفين، يعني النخب الفنية في الحضارة الإسلامية نخب مفقودة، يعني ممكن
أن الخط هو المجال الوحيد الذي نستطيع أن نتكلم فيه عن السبب، لأن الخط ارتبط بكتابة المصحف الشريف وارتبط بالتقاليد العلوم الحديث من الإسناد السند والإجازة والمشيخة وإلى آخره. لكن شاع لدينا شيء اسمه سر الصنعة، وفهمنا أن سر الصنعة ما يصير يعني يشاع، وبالتالي ليش؟ لأنه مثلا الصنايعي الفلاني مثلا من العصر الفلاني ما ممكن يتكلم كيف صنع لنا التحفة الفلانية مثلا، لأنه حتى لا تروح تشيع المسألة وتبقى السر بينه، يمكن بس يعلمها الابن أو الحفيد. ولهذا يجب، أنا وجهة نظر عبد الفقير، لسنا عاجزين. ما شوف على فكرة حتى في المخطوطات تجد أن كثير من المخطوطات التي لا نستطيع التي لم يذكر يعني خلي صانعوها أنها كتبت في الوقت الفلاني في العصر الفلاني لا نستطيع تحديدها، ولهذا نلجأ إلى طريقة يعني التحليل الكيميائي أو الفيزيوكيميائي، اللي تعرفونها أنتم أحسن مني في هذا المجال، فنستطيع. لكن أما الآن يعني لو حبيت نجلس مع بعض أنا وأنت، وإيش تريد أنا حاضر. تفضل دكتور. عفوا دكتور، يمكن الأخت ممكن تسمح للدكتور للأخت، لأنه ممكن الأخت كانت معلش بعد إذن حضرتك، تعليقا على حكاية عدم تحديد الزخرفة نفسها بالعصر أو أنها كانت مختلفة على مر العصور. طب بعد لا الأحيان لا نستطيع، لكن السمات الأساسية من الصعب نحن أن نحصر المسألة يعني تاريخيا أو جغرافيا. طب بعد لأن هذه مسألة عابرة مثل ما قلنا في المحاضرة الأولى، عابرة للتاريخ والجغرافيا. نعم. ملاحظة، بعض المخطوطات ساعات يكون فيها صفحة المدخل مفقودة أو الطباعة بتاعتها مفقودة أو من الناسخ، أو فبالتالي أنا لو مرمم أو أيا كان أو كمفهرس أقدر أستطيع أن أنا أترخ أعمل تأريخ للمخطوطة نفسها عن طريق التجليد، وبالتالي هي الملاحظة الأولى أشوف سمة الزخرفة اللي على التجليد الخارجي أو الداخلي. بالتالي لو الزخرفة متداولة أنا أقدر أقول دي عصر مملوكي لعصر العثماني أو فترة كده. لو أنا فاقدة يبقى لو هو متداول على أكتر من مرة العصور، إزاي أنا أقدر أوثقها وأحددها وأنا السمة الوحيدة بغض النظر عن التحليل الورق الكيميائي للفترة الصحيحة؟ وبعض المخطوطات الأغلفة نفسها ما بتكونش صحيحة، بتكون مختلفة أو مسروقة في الفترة الفقيرة أو الفترة الغنية. فبالتالي كيفية أنا توثيق تحديد الزمن بالنسبة لي للرسومات والزخرفة كيف أحددها؟ لا، إحنا لم نقل لا نستطيع تحديد. نستطيع لو حبيت أن نستعرض هذا الشكل الزخرفي من أي عصر نستطيع. نستطيع، وفي أي مكان أنجز نستطيع، وحتى نستطيع أن نشير إلى الأسلوب. لكن أنا أتكلم بشكل عام أن إحنا في المنهج بالعكس هذا شيء مهم جدا نحن أن نحدد، لكن لا نحدد على أساس يعني العصور، لأن موضوع العصور لا يمكن يعني أنت لا تقيدني بسقوط دولة ونشوء دولة أو حدود جغرافية لمكان مكان. نستطيع بالعكس نستطيع، لكن أنت خذ الموضوع باتجاه الأسلوب والطريقة التي أنشئت. شيء يسمى يا شباب استريحي تفضلي، في شيء يسمى يعني لو سمحتوا، في شيء موجود في يجب يعني احنا هو مظلوم عندنا، خلينا في دراسات الفنون بشكل عام، الفنون الإسلامية بشكل عام وخصوصا فنون المخطوطات، وهو ما كان المؤلفين والفنانين والفقهاء
يسمونه الطريقة. فالطريقة نعم نميز هذه طريقة، كانوا يسمون هذه طريقة ابن البواب مثلا في الخط مثلا، هذه طريقة ياقوت المستعصمي مثلا، هذه طريقة زين. وفي الفترة المملوكية، هو شوفوا مصطلح المخطوطات المملوكية من وين جاء، من أنشأ مصطلح المخطوطات المملوكية؟ أسألكم أنتم باعتبار أن أنتم مختصين، مين مصطلح المخطوطات المملوكية؟ أنشأوا مارتن لينكس. وصرنا كل شيء مملوكي مملوكي مملوكي، في حين أنه عندما وكثير منا يتوهم يتصور أن المخطوطات المملوكية تشير إلى أنه إما المماليك البحرية أو القبلية، إيش يسموهم أنتو؟ الشراكسة ولا صحيح؟ لكن صورة المخطوط المملوكي لم تنشأ في مصر. صورة المخطوط المملوكي على الطراز، الصفحة كبيرة والخط بخط المحقق الواسع الكبير والتذهيب والتشعير والتحرير وكل كل التقنيات الفنية الكبيرة جدا لم تنشأ في مصر، وليست لها علاقة بالمماليك، إنما جاءت إلى المماليك مجيئا. لكن مارتن لينكس قال أنه هذه المخطوطات المملوكية على عيننا وعلى رأسنا. رحنا إحنا يا دكتور محمد عبد السميع ويا دكتور أشرف شريف، رحنا على الموضوع وقلنا أنه هذه المخطوطات المملوكية، أي شاسة أي شيء نشوفه نقول هذه المخطوطات المملوكية، علما أن المخطوطات هذا المخطوطة مثلا وكتبت في الموصل مثلا، يعني مصاحف ما يسمى بمصاحف أولجايتو هي أول أشكال المخطوطات التي تسمى الآن مملوكية. ولا أولجايتو لا وصل مصر ولا يعرف مصر، وقبل مصر 500 سنة بسنين طويلة. لكن هذه الصورة خلاص. اثنين يعني هذا يعود إلى موضوع يتعلق بثقافة المؤسسين، خلينا أنا لا أريد أن أدخل بتفاصيل أكثر. فقط تعريجا على ما ذكره الزملاء، يعني فكرة تحديد أو ربط الأشكال والدوائر والزخارف بتاريخ دقيق ده شيء يصعب تحديده يعني، لكن هناك دراسات قدمت بتحدد أو بتربط بين الدوائر المركزية أو الزخارف أو الأغلفة أو التجليد بشكل تقريبي أو بعصر معين أو بزمن معين، زي مثلا الدراسة اللي عملها فايز فيلر في حوالين الدوائر المركزية في التجليد أو في المخطوطات، زي في دراسة كمان عملتها جونيفييف أمبير حوالين الورق نفسه، عن طريق الورق إن أنا الورق الشرقي، عن طريق الورق ممكن اعرف هو في انه عصر، عن طريق الخطوط اللي في الورق الخطوط الافقيه ممكن اعرف هو بيرجع لانه عصر او انه مكان، ففقط بشكل تقريبي لكن ليس بشكل التحديد بدقه يعني. شكرا. اكيد انا لم اقل ان لا نستطيع تحديد، بالعكس يعني المخطوط الذي لا يكتب فيه التاريخ والمكان لصناعته نستطيع تحديد زمانه وحتى مكانه من خلال الوسائل الأخرى، يعني نترك غير الفيزيوكيميائية، إنما من نواحي الفنية نستطيع عن طريق الورق. هذا الورق قضية فيزيوكيميائية، ممكن بالتحليل الكيميائي للورق نطلع المخطوط، لكن نستطيع من خلال الخطوط، نستطيع من خلال الزخارف، نستطيع من خلال الأساليب التي كتب، من خلال صورة المخطوط هذه الذي هذه يعني. وأنا تكلمت
المشكلة الموضوع يعني واسع وطويل. أنا موضوع الطرق صدر لي في العبد الفقير، صدر لي في المدينة المنورة. جمالية المصحف الشريف، لو تجدون مخطوطات المصحف الشريف، المتغيرات، يعني أنا عالجت في الموضوع المتغيرات الثقافية لصورة المصحف الشريف. الآن احنا الآن عرضنا كذا صورة ثقافية للمخطوط الإسلامي. يعني هل المخطوط مثلا، هل المصحف في المغرب هو نفسه المصحف في المشرق؟ هل المصحف الذي ينجز في الصين نستطيع يا أخوان؟ المتغيرات الثقافية القائمة على الأساليب، القائمة على الأساليب والأشكال والصور، أفضل مجال للتحديد من العناصر لكن أنا الذي أريد أن أقول لكم أن التحديدات لن تكون ولا يمكن أن تكون سياسية، جغرافية، اقتصادية، لأن هذه مسائل يعني عمرها الزمني، تاريخها أقل من تاريخ الفن نفسه. تاريخ الفن أوسع، أنت تأتي وتقيد واسعا يعني صعب، لأنه أحيانا أنت الأسلوب نفسه أو الطريقة الواحدة تعبر، يعني مثل ما قلت لكم موضوع المماليك، أصلا صورة المخطوطات المملوكية نشأت في الدولة الجلائرية وانتهت في الدولة المملوكية عند المماليك، وأنجزت في الشام، وأنجزت في العراق، وأنجزت في مصر. يعني لا تستطيع أنت أن تقول هذا المصحف مملوكي. طيب رأس أنت تروح لي أنه مملوكي معناته مثلا، أنا أدعو إلى محددات أخرى للتاريخ، محددات من ذات العلم نفسه. فنحن نتكلم عن علوم الفنون، عن علوم الفن الإسلامي، نأخذ محدداتنا من علوم الفن الإسلامي نفسه، علم المصطلح، علم الهندسة، علم الصورة، هاي العلوم المتعلقة بالفن الإسلامي أو ما يسمي المسلمين علم المناظر إلى آخره، نأخذ من هذا المكان نأخذ. أما لا نروح نأخذ مثلا من التاريخ السياسي، التاريخ الاقتصادي، التاريخ الاجتماعي، التاريخ. لما تتكلم عن الاجتماع اذهب إلى العلوم الاجتماعية وخذ محدداتك من العلوم الاجتماعية. عندما تتكلم عن السياسة خذ من العلوم السياسية المحددات التي تتناول التاريخ السياسي. لكن تاريخ الفنون خذه من علوم الفنون. هذا ولهذا الطريقة شيء أساسي جدا. أنتم لو تقرؤون ستجدون في العصر الواحد، يعني في العصر الواحد ومصادر المملوكية نفسها الذي تحدث مثلا، تحدث الأخ الدكتور عن القلقشندي. في القلقشندي تجد مثلا القلقشندي يشير إلى أنه في خط واحد يوجد 12 طريقة. ولكن تحتاج إلى معرفة دقيقة، معرفة علمية دقيقة، أنه أنت تفصل ما بين هذه الأشياء. ما يعني من الصعب ربما أحيانا كل هذه الـ 12 طريقة هي في عصر واحد، هي في عصر واحد، أو هذه الطريقة قادمة من المكان الفلاني اللي خارج الجغرافيا الضيقة لهذه الطريقة التي نتحدث عنها. ولهذا من الصعب نحن أن نقيد سواء كان تاريخ الفنون أو جغرافية الفنون بالجغرافي بالتاريخ السياسي والجغرافيا المكانية. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور، يمكن أن نقبل هذه المسألة، هذا التصنيف من وجهة المدرسية البسيطة؟ ممتاز. تعليمية. شوف تعليمية. مدرسة. سكول. يعني عفوا إذا يسمح لي الدكتور،
موضوع المدرسة، نعمل على نظام المدرسة، فهذه المدرسة الفلانية، هذه المدرسة الفلانية، هذه المدرسة الفلانية، نفس الشيء ما نسميه الآن نحن المدرسة كان المسلمين يسموه الطريقة. قلت هذه المسألة يمكن أن نسمح بها في مسألة تعليمية مدرسية، لأن هجرة كما تعلمون هجرة المعرفة أو هجرة الفن كانت قديما أيضا موجودة، الآن تنتشر المعلومة وتهاجر في الثانية بالنت وكذا، ولكن قديما كانت تهاجر أيضا ولكن بطريقة بسيطة بدائية، لأن تعديدا لما قاله الدكتور وأن الأشكال الزخرفة بالأشكال الهندسية والورقية يظن خصوصا بالأشكال الهندسية يظن أنها مدرسة مملوكية محضة، لكن نجد في نفس العصر في العصر الموحدي في المغرب والعصر المريني أرقى الأشكال الزخرفية تقريبا نفس اللوحات، لو رأيتم اللوحات الزخرفية الموحدية والمرينية لا تكادوا تفرقون بينها وبين الأشكال المملوكية، سواء في على ظهر الأغلفة أو على اللوحات الاستهلالية للمخطوطات. شكرا. بارك الله فيك، كلامك مضبوط تمام. أتفضل أستاذنا، أتفضل. بس أطول. السلام عليكم. بالنسبة لتاريخ الفن والتاريخ، يعني هو حضرتك طبعا المدارس المنتشرة في موضوع تاريخ الفن طبعا كانت مظبوط انها مرتبطة بالسلطة او بال يعني الجماعات المسيطرة ثقافيا واجتماعيا وكده. في مدرسة الحوليات الفرنسية مارك بولوخ ولوسيان لوفيفغ كانوا اتكلموا كتير جدا عن الخروج من اسر الحكومات والسياسه للتاريخ المفتوح، والكلام عن المهمشين والكلام عن القاعده، وبدا التاريخ بتاع، واضاف بقى هوبز بوم بعد جديد كمان ان انت تقدر يعني التاريخ مش descending يعني مش منتهي، هو منطلق، فاحنا مهمتنا ان احنا نطلع بالتاريخ لسهم لقدام، نفهم اللي قدام ماشي يعني المستقبل جاي ازاي. دي نقطه. النقطه الثانيه بقى مفهوم الجمال نفسه، يعني الجمال لو احنا قلنا ان هو مشترك انساني فهو برضه في ناحيه ثانيه متاثر بالظروف الموضوعيه والتاريخيه والاجتماعيه، فاحنا حتى واحنا قاعدين كده مفهومنا للجمال هو متاثر ب كل الحاجات اللي حوالينا، يعني احنا مفهومنا ايه الجميل. جادمير لما اتكلم في تجلي الجميل كان بينتقد برضه تصوراتنا احنا او الصوره الذهنيه اللي موجوده عندنا للجمال ان هي مش نابعه من العمل الفني نفسه، وهايدجر قبليه في العمل في العمل الفني، صورة العمل الفني برضو أكد على الموضوع ده إن إحنا لازم ننطلق من العمل الفني نفسه. بس في الآخر إحنا برضو مفهومنا للجمال يعني فرايتي، يعني متغير بتغير الظروف، يعني دلوقتي اللي بنتكلم عنه جميل من 20 سنة مثلا في الثمانينات أنا بتكلم مثلا بالنسبة لمصر مثلا ما كانش ممكن ما يبقاش كان جميل، ومفهوم مثلا رؤيتنا للجمال طبعا في العمارة وفي الفن وفي كل حاجة يعني. فأنا قصدي إزاي بقى هنقدر نحط معايير نقدر نقول إن الجمال الإسلامي ده منبثق من نفس يعني الصورة أو الماتيريال اللي احنا، وإحنا أصلا كده كده متأثرين ب. بالنسبة بقى للتاريخ لجماعات الصناع وكده، في المغرب عندهم اهتمام كبير بالقصة دي. كان في حسين بيكار كان عمل كتاب الفن والحرفة المغرب جزئين كبار، كان برضو تتبع سلاسل الصناع والعمال والمعلمين وكده. شكرا فندم. بارك الله فيك، أنا أشكرك جزيل الشكر، يعني ما شاء الله يعني على الجرح تماما فيما يتعلق بالتاريخ الجديد الذي تحدث عنه، نشأ على مدرسة الحوليات الفرنسية وتاريخ المهمشين وكذا. أنا أدعو في التاريخ الجديد للفنون العمارة الإسلامية على غرار المدرسة، لكن
أن التاريخ الجديد يعالج أربع موضوعات. الأول تاريخ الفكر الفني للفنون والعمارة الإسلامية، تاريخ الفكر، وثانيا تاريخ الأشكال، بدل ما نأخذ تاريخ العصور والمماليك والدول وكذا. الثاني التاريخ الثاني هو تاريخ الأشكال الفنية، وثالثا تاريخ الأعمال، ورابعا تاريخ المبدعين، تاريخ الفنانين. هذا الذي أعني به التاريخ الجديد للفنون والعمارة الإسلامية. وعلى هذا الأساس نقسم التاريخ، ولا نقسم التاريخ على أساس أن هذا الفن مملوكي وهذا الفن سلجوقي وهذا الفن كذا وكذا. هذا الذي هذا النقطة الجميلة، وهو يعني أنا سررت بأنه هو يعني قدم هذه التقدمة التي كنت أرغب أنا أقدمها، ولكن خشيت أن تقولوا أنه المسألة يعني المسألة الثانية التي تحدث عنها هو موضوع علم الجمال. علم الجمال أساسي جدا. أنا لا أقول أن هناك حدية في تحديد العلوم. المعرفة متغيرة بتغير الإنسان، ولا أقول كما يقول أن نظرية التطور الثقافي على غرار نظرية التطور العضوي التي يقولون، لكن التطور الثقافي هو حقيقة قائمة للإنسان. التغير شيء أساسي. إحنا الآن في هذه المحاضرة غيرنا بالأمس. هذه سنة الله في خلقه يا أخوان، سنة الله في الكون كله التغير. إحنا وآيلين إلى، لكن العاملين هذول، العامل التاريخي الذي قلنا أنه التاريخ الجديد، والعامل الجمالي العابر للتاريخ نفسه، والعابر الاثنين هم عابرين للتاريخ والعابر للجغرافيا باتجاه المستقبل، لأنهم يعني يجب أن نتعامل معهما على أنهما أمران مستقبليان وليس أمران تاريخيان أو ماضيان. أنا لا أريد الهجوم على إخواننا الآثاريين، لكن اهتمامنا بالفن اهتمام معرفي حيوي، من أن الفن أو العمل الفني هو عمل حي، كائن حي ينتج وليدا مستقبليا، سواء كان هذا الوليد فكرة، هذا الوليد عمل. ممكن أنت تأتي و تستوحي هذا العمل فتنتج منه. وعدكم خير مثال القرآن الكريم، المصحف الشريف، 1400 سنة يا دكتور، وما زلنا بحاجة إلى ملايين، ستجدون ملايين النسخ من مخطوطات المصحف الشريف. وعلى فكرة بإجماع فقهاء المصحف الشريف لا يكون المصحف الشريف إلا مخطوطا. ولو تبحثون، يعني أنا أتمنى لو كان معي نسخة كان أعطيتكم إياها من كتاب المتواضع حول جمالية المصحف الشريف، لا يكون إلا مخطوطا أولا. وشروطه خطوطه، أول شيء موضوع الحسن والجمال، أول شيء. ليش؟ لأنه هذا جزء من التأدب مع القرآن الكريم، جزء من التأدب مع الله سبحانه وتعالى. لاحظوا، رغم كل المتغيرات الثقافية اللي مرت على المصحف الشريف، يكتب بالصين، يكتب في الهند، يكتب في أوروبا، يكتب في أمريكا، يكتب هنا، يكتب هناك، يكتب، صحيح؟ أحياناً الجيران، إحنا جيران اثنين يكتبون المصحف كل على طريقته. نريد أن نتعامل، أن تكون المعرفة الجمالية معرفة مستقبلية وليست معرفة ماضوية. المعرفة الماضوية راح تكون تروح مع الآثار والتاريخ، ونرجع نحن إلى
أنه نرتبط بالعوامل السياسية والاجتماعية والثقافية في وقتها، لكن نحن نريد المعرفة القائمة على يعني حقيقتها العلمية. شكرا جزيلا وأعتذر عن الإزعاج والإطالة. أنا كنت أتوقع هذه أقصر محاضرة ولكن صارت أطول محاضرة.